الهرمون دو كرواسونس ولا هرمون النمو وشنو هو وشنو هو الدور تاعو وشنو هو المشكل اللي يكون عند الدراري اللي عندهم نقص ولا بروبليم في الافراز تاعو. الحاجه الاولى لازم نعرفوا بلي هذا الهرمون هو المسؤول على النمو وعلى التجديد وعلى التطور وعلى تكاثر الخلايا في مرحله الطفوله، وحتى يزيد يحافظ على سلامه الانسجه وعلى تطور الاعضاء في كل المراحل العمريه، سما ملي تكون صغير وتبدا تكبر. يسموه هرمون النمو البشري ولا السوماتوتروبين، وراه يتفرزوا الغده النخاميه في الجسم تاعنا، وراه بزاف مهم للنمو وتطور الاطفال ويلحق للذروه تاع الافراز تاعو كي نلحقوا لسن البلوغ. الاطفال ولا لي بيبي اللي يكون عندهم نقص في هرمون النمو، يعني العامين الاولين تاع حياتهم سما من نهار يزيد حتى يكون في عمره عامين، التطور والنمو تاعو يكون عادي. فوق عامين سنتين حتى 3 سنين نبداو نشوفوا التوقف ويحبس لو ديفلوبمون تاع الجسم تاعو وليد ما يبداش يكبر. ومن اهم الاعراض اللي تبدا تبان هي التقزم وقصر القامه، على خاطر كما قلنا هرمون النمو عنده دور كبير في نمو كاع الجسم تاعنا. من اهم الاسباب اللي تقدر دير لي هذا المشكل المعلومه الوراثيه كي تكون فيها طفره، ثم عندي مشكل في الجينات اللي يخليو التركيبه والشكل تاع الهرمون تاع النمو ماشي قادر باش يدير العمل تاعو. كما يقدر يكون سبب وراثي، يقدر يكون مام سبب مشكل في واحد الهرمون يحفز افراز هرمون النمو اللي نسموه جي اش ار اش. وبيان سور هاد الحاجه تقدر تصرى عند الانسان البالغ، بصح وقتاش كي تصرى له اصابه في الدماغ، ما هو يكون عادي صار له اصابه في الدماغ ولا يولي عنده ورم في الغده النخاميه. وبيان سور راهو كاين العلاج دي زاجيكسيون تاع كيما ستيلو تاع الانسولين وشنو فيهم هرمون النمو، ولو ميدسان وحده هو اللي حيديسيدي الدوزاج تاعهم والطريقه تاع الاستعمال تاعهم وشحال دير يوميا بعد ما يشوف التحاليل تاع هرمون النمو في الجسم تاعك، سواء عند واحد كبير ولا عند واحد صغير.